وجع الراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. الحمد لله كان الحضور نوعي، أبناء جاليتنا الفلسطينية يعني كانوا حاضرين وموجودين وتفاعلوا مع هذا الموروث الثقافي اللي قدمته الفرقة، مع هذه الأغاني الوطنية اللي شدت وجذبت أبناء جاليتنا وربطتهم بالوطن من خلال الحنين والأغاني الفلكلورية التي استحضرت الماضي والحاضر والمستقبل. فمثل هكذا نشاطات يعني يكون عادة لها فوائد كبيرة في ربط أبناء الجاليات مع وطنهم، وفي تسليط دائما أولوية الوطن على كل شيء آخر، إلى جانب أنها تدغدغ مشاعر وعواطف وتشحن أبناء جاليتنا بالطاقة وبالحنين وبمحبة الوطن. يعني نحن بالنهاية نشكر كل من حضر ونشكر كل من ساهم في إنجاح مثل هكذا فعل. ما شاء الله. لقدومنا إلى دولة تركيا الشقيقة ومشاركتنا في مهرجان فلسطين للفلكلور الذي أقامته الجالية الفلسطينية المقيمة في تركيا. الحضور كان كبير جدا، متفاعل معنا ودعمنا، فبنشكر الجالية الفلسطينية المتواجدة في تركيا ونتمنى المشاركة في مهرجانات قادمة في دولة تركيا الشقيقة. كانت الفعالية جدا رائعة، يعني أنبتت فينا أو الروح الفلسطينية من جديد. يعني أنا عن نفسي أنا إلي 5 سنوات متغربة هون للدراسة، فكنا بحاجة لهيك فعاليات لحتى نجدد الانتماء والروح الفلسطينية فينا. يعني رائعة جدا، يعني فلسطينية بامتياز كما قلت سابقا. نتمنى على إخوتنا وأحبابنا بكل المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسهم الجالية الفلسطينية استمرار هذه الاحتفالات وهذه المهرجانات، حتى يستطيعوا إنه الفلسطينيين الموجودين في تركيا هنا في إسطنبول التلاحم والتعايش مع الجو الفلسطيني العام. يا طيب طيب يا طيب حياهم الله الفلسطينية، حيهم حيهم الفلسطينية. قول يا مهند قول. فلسطيني نزلوا عالساحة والكوفية بيديهم لواحة، غرد يا ماهر غرد. ودلعونه دلعن دلعن دلعونه، سمعونا صوت الخشب سمعونا. أهم أسباب نجاح الحفل هو كون الجالية الفلسطينية تتمتع بحيادية وبكل بعد عن الحزبية والسياسة، فهذا بيخلي كل أبناء الجالية ملتحمين حولها. إحنا لا نشترط في الجالية الفلسطينية أن يكون الشخص المشترك معنا أو من يريد المساهمة معنا أن يكون عضو رسمي في الجالية، لا بالعكس، إحنا نخدم كل أبناء الطائفة الفلسطيني من أصغر طفل حتى أهربهم وحتى الموتى، نقوم بواجب الموتى بدفنهم بيوت عزائهم أو ترحيلهم إلى فلسطين إذا احتاجوا. فكما قلت في البداية، أهم أسباب نجاح الجالية والتفاف الناس حولها هي كونها جالية مستقلة أو جمعية مستقلة ثقافية ليس لها علاقة بالسياسة. اللي عجبني فيه دبك فلسطين، أشياء عن فلسطين وأشياء حلوة عن فلسطين. أنا بسطت كثير بالاحتفال، يا ريت كل الأطفال يتشارك، حسيت حالي فلسطينية في تركيا. صوت الخشب سمعونا.